حديث جديد لهذا الوطن. يمكن العراق أكثر بلد بمؤسسات عنوانها مكافحة الفساد، بس الظاهر هاي العلاقة علاقة طردية. أشو كل ما تزيد عدد هاي المؤسسات أو يزيد عدد هاي المؤسسات يزيد عدد الفاسدين وأرقام المبالغ المنهوبة، وبسبب سبات هيئة النزاهة مثل ما يشوف البعض، باتت كل حكومة تجي تشكل يا إما لجنة يا إما مجلس ونظل ننتظر، وآخرها لجنة أبو رغيف أو بالمصطلح الرسمي أو المعنى الرسمي لجنة الأمر الديواني 29، ومنفرح بها الشعب أو بعض الشعب طلعت اللجنة مو دستورية. يمكن لسان حال البعض اليوم اللي كان عاقد آمال على مكافحة الفساد راح يقول هو هذا محظنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نناقش هذا الملف مع ضيوف الكرام ولكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد، أناقش ملف النزاهة وقرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دستورية لجنة الأمر الديواني 29 مع ضيوف الكرام الأستاذ عباس العردوي رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات. أهلا ومرحبا بك. حياك الله سيدي كريم. والباحث في الشأن السياسي غازي اللامي ضيفي بالاستوديو، أيضا أهلا ومرحبا بك. وعبر سكاب الدكتور الخبير القانوني وليد العزاوي، حياك الله. تحياتي. أبدأ معك أستاذ عباس، شلون تحب تسميها، لجنة الأمر الديواني أو لجنة أبو رغيف، والناس شلون تعرفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي كريم، شحية لك ولضيفك الكريمين ولقناتكم المحترمة. المعروف أنها لجنة أبو رغيف، عادة يختصر الموضوع بمن كلف بها، لأن ما شفنا حقيقة بها تفاصيل ثانوية، مثلا القاضي الفلاني أو الضابط الفلاني أو رئيس اللجنة الفلانية أو الملفات المتفرعة، باعتبار أنها لجنة أبو رغيف للكل شيء وكلاشي. للكل شيء وكلاشي. زين، بدأت ملفات فساد ودخلت ملفات أمنية ومخابرات وراقبت ملفات متعلقة بقصف بيت الرئيس، ثم انتقلت إلى ملفات دولية، ثم آخر شيء حاصرت مجلس القضاء في محكمة الكرخ. طيب، هو اكو ناس تقول حاصرت، واكو ناس تقول دخلت، واكو ناس تقول اقتحمت، هي حسب الوجهه السياسيه. زين، اسم امني مهم، الفريق اول احمد ابو رغيف امتاز بالشجاعه بمقارعه تنظيم القاعده، وكان يعني لذلك ذاع صيته بعد هذا قرار المحكمه الاتحاديه، وبعد اقتحام او دخول او محاصره محكمه الكرخ المركزي، هل احترق اسم احمد ابو رغيف؟ سيد أبو رغيف بغض النظر عن شخصه، حتى ما ننتقل إلى مرحلة الشخوص، لكن كعناوين أحكي على موضوع نتذكر إحنا أكو قضية هروب كانت مع مبالغ، أكو قضية إقالة سابقا، تعرض لنقد سابقا، تعرض إلى عقوبات، عزل من العمل، أكو مؤشرات ثانية كانت عليه، دخوله إلى ملف الاستخبارات وإخفاقه بملفات مهمة جدا. ذكرون يعني أبسط الحوادث، كان مثلا حادثة الكاظمية كان حادثا تفجيريا، كان التقرير يتحدث عن قنينة غاز وغيرها وغيرها من التفاصيل. الجانب المهم بها لازم احنا ننتبه، الجانب الفني او الجانب العملياتي اذا صحت العبارة، باعتبار انه هذا الملف ملف الاستخبارات وملف الامن، ملف دقيق جدا. لكن انتقال هذا الشخص واقترانه بشخص الكاظمي اصبح كأنما لجنة الكاظمي او اليد الضاربة للكاظمي. هو رئيس حكومة اجي يريد يجيب فريق حتى ينجح رئيس، هذا 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 بخلاف النظام الدستوري والقانون. طيب، رئيس الحكومة لديه أدوات موزعة، هذه الأدوات لديه سلطة ويحده القانون. لهذا تجد اليوم القضاء حينما تحرك لوضع حد للتجاوز على حد القانون، التجاوز على سلطات محدودة. احنا في نظام متعدد السلطات، متعدد المهام، فيه الحقوق والحريات مصانة، لا يمكن أن يتم خطف مواطن وإخفاء قصريا 50 يوما، وبالتالي حينما تذهب المحكمة إلى قرار نقل من سجن إلى آخر يتم اقتحام أو محاصرة أو ما شئت تسميها أو ما شئت تسميها. في الأصل ذلك إحنا، وحتى القرار يعني القاعدة اللي انتقلت إلها المحكمة في إبطال هذه اللجنة هو لوجود تعدي على الحقوق، هو مخالفة للمادة 37 أولا، حرية الإنسان وكرامته مصانة. أستاذ غازي رحب بك مرة أخرى. الاعتراضات اللي سجلت على اللجنة إنها كانت انتقائية ومارست التعذيب والتسقيط باستخدام
قوة أمنية تابعة للدولة. الانتقائية يعني يمكن يبرر إلها لتعاطيها مع ملفات أو مع أشخاص اليوم أقدر أحاسبهم، هذول الباقين ما أقدر أحاسبهم، مو وقتهم هسه، ويمكن لو مستمرة كان وصلت لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وتحية إلى أخي وزميلي الدكتور عباس العبداوي وإلى ضيف الكريم عبر تقنية سكايب وإلى كل المشاهدين الأكارم. نعم. الحقيقة اليوم التهم تكون جاهزة. نعم. عندما يكون هناك مثلمة أو توقف أو إحالة أو ما شابه ذلك، التهم جاهزة. أنا أسأل سؤال، لماذا كانت هذه التهم مجمدة ومعطلة منذ تشكيل اللجنة ولحد الآن؟ نعم. سؤال يطرح نفسه، يعني حتى الشارع يطرح هذا السؤال. نعم. بغض النظر عن سواء نحن مع اللجنة أو ضد اللجنة، ولكن اللجنة عملت بشكل خاص لمحاربة الفساد والمفسدين، وألقت القبض على كثير من الحيتان، حيتان الفساد الكبيرة التي كانت تظهر حتى على القنوات الفضائية تدعي بالوطنية وبالإخلاص وبالنزاهة، ولكن بين ليلة وضحاها إنها كانت تحت طائلة لجنة أبو رغيف، وبالتالي هذا يعطيك مؤشرات إنه هذه اللجنة ما بها ظلم إنه نسميها لجنة أبو رغيف؟ مستحيل. يعني هو ظلم، شلون ظلم؟ الظلم يعني هو مو وحده، هو لا يعمل بمفرده. يعني الشخص هو لا يمتلك يعني العصا السحرية ويستطيع أن يتخذ الإجراءات الانفرادية طالما هناك غطاء له من قبل الدولة. اليوم هو ليس يعني خارج على القانون، إذا كان خارج على القانون طيلة من تاريخ تشكيل اللجنة من شهر السادس 2020 ولحد الآن، لماذا هذا التغاضي والسكوت؟ أنا أسأل عن هذا سؤال منطقي اليوم. طيب. نحن نريد أن نصحح خطأ، إذا نسأل الجنب رح نأخذ الجنب القانوني، بس أنا أسأل كانت انتقائية اللجنة؟ أي كان هدفها تسقيط خصوم للسيد رئيس الوزراء؟ يعني اللجنة عملت حسب المعطيات التي تردها والملفات التي تردها. اليوم الملفات التي تأتي للجنة بشكل متسلسل وبشكل قانوني وبشكل مهني تمارس اللجنة دورها. اليوم يعني أنا حتى حسب معلوماتي هناك الكثير من المواطنين، مواطنين بغض النظر عن الاتجاهات السياسية، إذا كان ضمن أحزاب أو تيارات أو كتل سياسية، مواطنين ذهبوا إلى لجنة أبو رغيف عندما كانوا يحتاجون إلى معونة اللجنة. هل هذه انتقائية؟ يعني عندما يذهب المواطن إلى لجنة أبو رغيف هل هذه انتقائية؟ طيب. هذا واقع حالي اليوم. أنا أسأل يعني إذا تسمح لي في عجالة، يعني هناك كثير من اللجان كما أشير جنابك الكريم ميعت وجمدت، راح تكون بالبحث موجودة عندنا. أرحب بك مرة أخرى دكتور وليد العزاوي الخبير القانوني. كيف هذه اللجنة غير دستورية وفق المادة 37 أولا اللي تنص على احترام حرية الإنسان وكرامته، نشوف أكو تعاون من مجلس القضاء وياها وأكو مدانين حولوا من هذه اللجنة وتم الحكم عليهم؟ دكتور وليد، طيب يعني أكو خلل في الاتصال، إن شاء الله نعاود إصلاحها، ما جاهز هو الآن. لم تكن انتقائية لجنة أبو رغيف، وأنا المفروض أقول لكم يعني مبروك، يعني واحد من انتقائية بشنو عفوا؟ انتقائية باختيار الملفات، إنه أحد خصم للسيد الكاظمي مثل ما للأمانة مروج إليه روح أضربه. هي لجنة الكاظمي بالأساس، هي لجنة الكاظمي، لجنة الكاظمي استخدمها. لا مو صلاحيته، مو صلاحيه مطلقة. احنا ما عندنا دكتور عباس، هي مو محكمة عواد بندر، هو احنا عندنا قانون بعد 2003 تمام، وعندنا فصل بالسلطات تمام. اللي لكن صار طبعا للامانه يعني جزء من الكلام اللي طرحه الاخ العزيز استاذ غازي، هو لا ينكر انه اكو ملفات تم السيطره عليها. لهذا القرار هو القرار فيما بعد، ما راح يرجع في بأثر رجعي على بعض الفساد وغيرها، لكن تحال الى اصحاب الاختصاص. يعني انت عطلت لهيئه النزاهه، انت عطلت هيئه النزاهه، عطلت المحكمه العسكريه تجاه ضباط يسيئون وانت تعتقلهم. لا، اكو محكمه عسكريه، انت عطلت، اكو جنائيه، اكو شغله جنائيه. دكتور عباس، بلد مثل العراق، خلي اقول لك هاي التفصيله، بلد مثل العراق ما ممكن تكافح الفساد بالطرق الكلاسيكيه، لازم طريقه استثنائيه. ناس يجي تشوف محللين يجي تشوف، هذه القوه التي وكل، واذا تقول لي الكاظمي مو واجبه يكافح الفساد،
لا واجبه شعارات الحكوميه لا واجبه 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 لكن بالادوات القانونيه. هذه القوه التي رصدت للجنه الامريكيه كان المفروض ترصد لهيئة النزاهة، ترصد ليش تخلي الشرطة ما يقدر ينفذ أمر قبض لكن من تجي لجنة الوظيفة تنفذ أمر قبض. مصار عندنا نقول طرق غير تقليدية. لا مصار عندنا صار عندنا صار عندنا صار عندنا حالة من 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 التسلط الأمني، يعني انتقلت المسألة إلى مسألة كأنما عندنا رئيس وزراء مخابراتي، رئيس وزراء أمني صار عندنا. في حين احنا ما عندنا هذه القضية، احنا عندنا الملفات الأمنية يمسكها سلطة مدنية حتى ما تتحول عندنا سلطة دكتاتورية. هذا عمل إداري إن كان وتجاوز القانون. ولهذا النقاش كان نقاش ضمني، وماكو اعتراض على انه اكو نعم اكو هدر بالمال واكو شخصيات فاسدة وانضربت وكذا، لكن انت انطيني هل هذا يعني هل يسمح مو حتى بالحقوق ماكو حاله من التمرد وينتهي الموضوع. هل يسمح هذا القانون بان نتجاوز كل شيء؟ اكو حقوق واكو حريات. ارجع لك جهز الان الدكتور وليد العزاوي الخبير القانوني، اهلا ومرحبا بك. لجنه غير دستوريه وفق الماده 37 اولا احترام حريه الانسان وكرامته. هاي اللجنه غير دستوريه لكن شفنا تعاون كبير من قبل مجلس القضاء الاعلى بالحكم على من يرحلوا أو من تبعثهم هذه اللجنة إليهم ويحكم عليهم ويدانون. نعم. شلون هي غير دستورية وغير قانونية وشلون مجلس القضاء يتعاون وياه؟ المشكلة القرار اللي صدر من المحكمة الاتحادية كان قرار مفاجئ، يعني بالأحرى ما كان بالحسبان. يعني اللجنة صار لها ما يقارب السنتين تؤدي هاي الأعمال وقضت على حيتان فساد كبيرة يعني حقيقة. ولكن للمحكمة الاتحادية رأيها يعني ما تقدر تعارض وما تقدر تقول الاتجاه اللي اتجهت المحكمة اتجهت بأنه هي مخالفة للمادة 37 أولا ومخالفة أيضا للمادة 47 وكذلك مخالفة لقانون هيئة النزاهة. فالاتجاهات اللي اتخذتها المحكمة الاتحادية فسرت ما يضمن حقوق الإنسان بها وكرامته. المشكله اللي راح تصير عندنا بانه القضايا اللي لا زالت قيد التحقيق، طبعا هاي راح كلها تحال سواء كان الهيئه النزاهه او الى محاكم التحقيق او تحريك شكاوى عن طريق رئاسه الادعاء العام. اما القضايا السابقه اللي حسبت طبعا هذا ما راح ترجع عليها، ما تسرع عليها باثر رجعي، وانما من الممكن للمتضررين تقديم طلبات إعادة. كيف لمجلس القضاء يتعاون معها؟ يعني ما كان الأولى أن يعني يسأل عن مرجعيتها الدستورية هذه اللجنة وبعدين يقرر التعاون معها أم لا؟ يعني هو اللجنة في حينها من شكلت كان أكو تعاون فعلا من مجلس القضاء وحتى القضاة اللي أكو قضاة مختصين للعمل مع هذه اللجنة وكانت أكو إنجازات لهذه اللجنة حتى من قبل القضاء العراقي. أنا أسأل من الجنبة القانونية، إنجازات إنجازات. نعم. بس إذا سلمنا بهذا الموضوع، بس اللجنة مو قانونية، شلون جهة قانونية تتعاون وياها؟ هسه صارت مو قانونية. هسه صارت مو قانونية. شلون؟ إيه هسه صارت مو قانونية. سابقا كانت قانونية، من يقدر يعارض اللجنة؟ من يقدر يقول قرارات اللجنة غير صحيحة؟ ولكن قرار. شنو السبب يخليها غير قانونية؟ قرار المحكمة الاتحادية الأخير حسب الموضوع ونهى الجدل. خلاص هاي اللجنة انتهى دورها. طيب. ممكن بالقادم توضيح؟ نعم استاذ عباس. انا اقول توضيح فقط، والاخ القانوني يمكن يأيدني بهذه. المحكمه ما تتبرع بالتشخيص انه هذا قانوني وهذا غير قانوني، تسال فتجاوب. تسال تم مثل تسأل. مثل المرجعيه ناس لعبه سياسه حلو الان تم رفع نقاطها تقل بالتحالفات السياسيه وحتى القضاء. اي مواطن اكو هو مواطن رافع دعوه واجابت على الدعوه. طيب. حينما تجيب ينتهي الموضوع. زين هل ممكن استاذ غازي بالقادم استحداث لجنه ولكن مع اخذ الحيطه والحذر بان تكون دستوريه بالدستوريه وتعمل بنفس النفس لو انتهى الامل تماما؟ ما هي سيد الفاضل ما عندنا هيئه النزاهه. اي هيئه النزاهه بعدين سولف عنها. لا ما هي حتى نحكي على الشغلات الدستوريه. اي ما هيئه النزاهه دستوريه المؤسسات المهمه التي تعمل على محاربه الفساد. نعم. وين دورها؟ دورها دا تطلع بين فترة وأخرى
بيانات واخبار ضبط موظف بالرشوه بمبلغ 56 الف دينار موظف من اذا تسمح لي حتى نكون منصفين وعادلين في تشخيص وتحليل الامور من الجانب السياسيه لا نتحدث بالجانب القانوني لانه له اختصاص زين ولكن عندما حجم الفساد يكون حجما كبيرا ومؤثرا ومهما الا يحتاج عندما تتعطل لجنة النزاهة وتكون تأثيرات سياسية عالية وكتل وأحزاب تأمر لجنة النزاهة في تميع هيئة النزاهة في تميع الكثير من الملفات ألا يكون من الضروري بمكان أن تكون هناك من يضعف هيئة النزاهة حتى من خلية التدخلات السياسية طيب ما التدخلات السياسية موجودة في كل مؤسسات ما عدا السلطة القضائية اليوم ليش اليوم ما دخلت بسلطة أبو رغيف إذا سلطة أبو رغيف فأيضا سلطة أبو رغيف فهم بها تدخلات سياسية إذا سمحت لي الأشخاص اللي كانوا تحت طائلة لجنة أبو رغيف هم من كبار الشخصيات والمؤثرين والذين ينتمون إلى أحزاب وإلى كتل وإلى شخصيات وإلى لهم بصمة في المجتمع يعني عندما وصلت هذه اللجنة إلى عنق الزجاج وبدأت تضرب بقوة على رؤوس الفساد لابد من إيجاد موقف لإيقاف هذه اللجنة والرجوع إلى هيئة النزاهة حتى الكثير من الملفات تميع وتضعف هذه الملفات وبالتالي أنا لحد الآن هيئة النزاهة تشتغل على صغار الموظفين وليس على كبار الموظفين أستاذ عباس هذه تمثل صدمة إيجابية لهيئة النزاهة أنه راح تشتغل راح أذكرك بواقعة جلسة استجواب وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي من اتهم شخصيات مهمة وبيهم رئيس البرلمان بعد يوم الكاميرات راحت شافت فايلات هوايج وكأنما يريدون يأخذوها فد بقواني يطببوها في الساعة طب سليم الجبوري وطلع بريء وشارك بالانتخابات أنتم تحجون على الفساد دائما نسمعكم بالإعلام ما حد راح لهيئة النزاهة ما حاولتوا تحمون هيئة النزاهة شوف الإشكالية الكبرى وأيضا مرة ثانية أقول يمكن الخبير القانوني يكون يعني بتوضيح هذا الموضوع إلى الدور الأكبر الإشكالية الكبرى إحنا ما عدنا ادعاء عام كان أنا ما احتاجيت أنه أستفهم وغيرها لا هو يروح يطالب عني هيئة النزاهة ليش بيها إشكاليات هو يروح يطالب باسم الشعب هو يروح يطالب عن المخطوف هو يروح يطالب عن المبتز هو يروح يطالب حتى الإخفاقات اللي تصير حتى المشاكل اللي تصير على مستوى إدارة الدولة أو على مستوى المواطنين احنا مشكلتنا ما عندنا ادعاء عام وهذه فرصة الآن أنه احنا نعمل على تهيئة الأرضية لأن يكون لدينا ادعاء عام حقيقي حتى يكون ساند للقرار عندنا سلطات ثلاث رسمية خدت تشكل حكومة مشكلة هاي شوف هذا نفسنا الدولة أكبر من السلطات من الحكومة صح أكو مؤسسات تخص الدولة اليوم استقرار القضاء تجي 10 حكومات المهم القضاء مستقر ليش لأن هو الحائط الصد الأخير نعم بحاجة إنه اليوم يكون عملية الإصلاح حقيقية مو عملية الإصلاح على قضية طبطب لي وطبطب لك هذه الملفات اللي تقول عليها أو قضية إنه يرفع وابتزاز يلتحق به هو خوت ذكرها مع أي مال السيد خالد تحدث إنه واحد ما مشي له سيارات وواحد ما مشي له تعيينات وطعام الجيش وهو هسه حتى مال وزير المالية اليوم الأخيرة اللي كانت بيها وغيرها وغيرها تمام فبالتالي هي مو حالة من الإصلاح الحقيقي هيئة النزاهة ليش ما تتحرك ليش ما تشتغل أو تضعف ليش ما يضيع صيتها مثل ما ذاع صيت لجنة الأمر الديواني 29 المشهورة سيد الياسري ذاع صيته في حينها وتحدث عن 13 ألف ملف فساد وطالب بالأول ألف اللي قدمهن اللي حتى نذكر السيد السيد عادل عبد المهدي تحدث عن 40 صنف من أنواع الفساد طيب قال هذا المتعدد لكن آلية التعامل معه الحديث معطلة الحديث الكل تتحدث وحد حتى المواطن البسيط الفقير يتحدث يعرف انه هذا فاسد وهذا فاسد وهذا فاسد بل قام يقول كلهم بس اجت لجنة الامر الديواني لزمت ناس انتو شفتوا تتهمون بالفساد يعني مو انتو السياسيين كلهم صحيح تتهمون بالفساد اجا جابوا حق يا ريت ماشي بس هذا الملف يا ريت ماشي بس هذا الملف على العين وعلى الراس ايش قلت لك اني قلت لك هي ساهمت في بعض الامور لا ولا يعني هذا نسف للعمل لكن هذا تجاوز على قواعد موجوده هي انتقلت الى حاله مشخصه منها حاله الخطف انتقلت الى حاله احد امس احد النواب عند اتهام بموت ثلاث مواطنين اثناء التعذيب غيرها من الانتقالات هذا انتقلت إلى أداة سلطة من انتقلت إلى أداة سلطة وصوت لرئيس الوزراء على القوى السياسية أو على غيره هنا اختلفت معادلاته
طيب دكتور وليد، نعم، هل يحق للمدانين وفق قرارات هذه اللجنة طلب إعادة محاكمتهم؟ نعم بالتأكيد راح يحق لهم، لأن من الأساس اعتبرت اللجنة غير دستورية، فبالإمكان ما بني على باطل يعتبر باطل، يعني مخرجاتها كلها ممكن أن يعاد الحديث بها. من الممكن، ولكن كل القضايا اللي حسبت، يعني بس للتوضيح، كلها بها أدلة، يعني حتى إذا تم إعادة محاكمتها هذه القضايا، هاي القضايا كلها بها أدلة، ليس من الممكن أنه تلغيها، وإنما ممكن أنه المتضرر ممكن أنه يطلب بشكل شخصي التعويض أو تروح لذات العلاقة أو اللي تم اعتقالهم، تمام، ممكن أن يلتجوا للقضاء. طيب باب مفتوح يعني. أزين، أكو ناس راح نشوف بالأيام القادمة راح يكون هناك كم غزير من الدعاوى أو الشكاوى على هذه اللجنة؟ بالتأكيد هذا الأمر متوقع يعني. هذا يخلو من الجنب السياسية؟ يعني ما أقدر أعطيك فد رأيي، هذا الجانب السياسي كتوقع كمعايشة، ما يعني ما راح نقدر نحدد الأيام القادمة، يعني تحمل لنا مفاجأة. فرصة ذهبية هاي دكتور وليد، فرصة ذهبية. نعم. لمن لا يحب أبو رغيف، لمن لا يحب الكاظمي، فرصة ذهبية لجول القضاء. أستاذ احنا التكتلات السياسية اللي عندنا مشكلة بها، يعني كل شخص راح يحاول أنه يدور السلبية اللي موجودة على الشخص الآخر. زين طيب، هاي اللجنة تعد أول لجنة الناس حسوا بشغلها. لأن يعني أكون يقول إنه لو نبقى عن نزاهة فما راح نسمع غير هذول الموظفين، بس هاي اللجنة من الناحية القانونية شكلت خطأ. أنا هسه رئيس حكومة جديد، أريد أسوي لجنة راح تفرض عليه الأحزاب دستوريا إنه أطب لها، هذا الدستور خاص بس بهاي اللجنة؟ لو أكو كثير من الخروقات الدستورية مشت وما حد يشتكى. احنا نعرف المحكمة الاتحادية الا واحد مثل ما قال استاذ عباس، الا واحد يروح يشتكي يمها تبت له بقرار دستورية من عدم دستورية. ما راح اكون، ماكو ناس، يعني ممكن اكو ناس راح تشتكي على بعض الاشياء الغير دستورية اللي صارت. طبعا تعقيب على كلام اخي وزميلي الدكتور عباس، انه هذه اللجنة هي لجنة الكاظمي، وبالتالي الكاظمي اليوم يلعب في الورقة البدل الضايع أو في الوقت بدل الضايع لكي يعيد يعني مرة ثانية إلى المشهد السياسي. نعم. وهذه واحدة من أدوات الكاظمي اليوم، لازم تحرق هذه الورقة. نعم. تحرق ورقة الكاظمي بالتمام. لا يتم التجديد. لا يتم واحدة من. كيف التحالف الثلاثي؟ نعم. كيف التحالف الثلاثي؟ حسب كيف التحالف الثلاثي يجدد لما يجدد له بس يحصل أغلبية. كيف التحالف، كيف الله، كيف الخيرين، هذه هي تبقى المعطيات هذه الساحة. ولكن أنا أسأل إنجازات، يعني سؤالك يعني جدا مهم، ليش ما بقت على النزاهة نشتغل يعني شغل النزاهة؟ أنا أعطيك مثل بسيط. نعم. يا سيد الفاضل، والجمهور هو الذي يحكم. طيب. قبل فترة من الزمن حدثت عملية تهريب مدير عام المكننة الزراعية من شخصية سياسية مهمة، وتهريبه من ومحامي النزاهة ومن المحكمة، وتم تهريبه. نعم. تم معاقبة الشخص الذي هربه ب100 دينار لأنه صغير السن. هذا القانون، هذا اللي تشتغل به هيئة النزاهة. ممتاز، يعني احنا الحمد لله وصلنا إلى الكمال في القانون. وبالتالي إذا كانت النزاهة بهذه الصورة من باب أولى أن نجد بديل يعضد ويقوي لجنة النزاهة من خلال إيجاد لجنة قوية لا تميل ولا تحابي ولا تجامل، يعني من باب أولى حتى تنصف المظلومين. نعم قد يكون هناك خسائر بسيطة، ولكن أنا بالمحصلة النهائية قد استطعت أن أصل إلى عملية المظلومية للمواطن. اليوم هذه اللجنة قد ضربت على الوتر الحساس. نعم. وبدأت تعمل بشكل قوي. اثنين، من باب يعني نقطة مهمة جدا، صيت أبو رغيف وصل إلى مستوى عالي، وهذا بدأ يزعج الكثير من القيادات. طيب. لا يكون بهذا المستوى القوي قد يؤثر على بعض الشخصيات في الحكومة المقبلة، قد يكون أحد الأطراف اللاعبة في الحكومة المقبلة. هذه واحدة من حتى يعني ما احترق اسمه أبو رغيف. نعم. الآن احترق اسمه أبو رغيف.
الآن نعم بعد الحادثتين، حادث المحكمة المركزية، هذا الموضوع، حادثة عدم دستوريتها، لا شيء بالشيء يذكر. نعم. احترق اسم أحمد أبو رغيف قائد شجاع أمني. طبعا اليوم هو شوف هذه لم تشفع له، قائد شجاع وقوي ولا يهاب، ولكنه اليوم احترق في هذه اللجنة، تم حرقه في هذه اللجنة. نعم. ما استاذ عباس ليش؟ لا مو انا اقول احنا مو اشخاص، احنا ما نسوي قاط على دقمه. ما نفصل لجنه على شخص، صح، ضابط على العين وعلى الراس، ولا نفصل حكومه على شخص، يؤدي واجبه، واكو نصوص دستوريه، اكو قانون ويحاسبه، واكو دخل بهم بمهمه من رئيس الحكومه، واليوم القضاء بس انت عراقي، الناس تباوع الرأس الهرم، تباوع يعني عشق للرمزية، هذا طبيعة حكومة عبد الملك، هاي طبيعة مجتمع، هاي طبيعة السيد الحلبوسي زعيم السنة، الناس تباوع الرمزية، هذا طبيعة المجتمع، طبيعة المجتمع العراقي ينظر إلى الرمز. لكن طيب، نحن نتحدث عن نظام وكنخبة ندعو إلى تطبيق هذا النظام بتفاصيله وفصل السلطات. يعني احنا اليوم أيضا الأخوة الكرد اليوم عندهم هجمة على القضاء، هجمة كلش كبيرة، زيباري يتحدث عن القضاء، سيد مسرور يتحدث عن القضاء، الشعب الكردي إخوان المواطنين هم ينظرون لهذا الزعيم إنه فراح يفسد القضاء وراح يشتم القضاء، فبالتالي هذا مو صحيح. أكو ضوابط والمرجع لهذه الضوابط القضاء. أنت من يسأل القضاء؟ خلنا نوصل هذه النقطة، هو من يسأل القضاء؟ هو القضاء يضع هذه القالب، حينما يسأل ينطي جواب انتهى الموضوع. لذلك انا اقدر اثير مداخلة. اتفضل يعني دكتور عباس، انا جدا يعني احترم طروحاتك، ولكن اليوم اين كان القضاء؟ هذا المواطن اللي يسأله، هو شكلك لا هو اللي يقول القضاء. انا هذا سؤالي، انا اقول هذا القضاء، انا سؤال القادم، سؤال القادم. اكو ناس تذهب الى سيناريو، واحنا تعرف نحب هاي السيناريوهات والمؤامرات وغيرها، اكو ناس تقول الطرف القوي بالمعادلة السياسية بتشكيل الحكومة الآن اللي هو أقل مقاعد مثل الإطار والباقين، الإطار لعب سياسة زينة، راح للقضاء قام يحرك دعاوى صار لها سنين، قانون النفط والغاز صار له 15 سنة، زيباري صار له 7 سنوات 8 سنوات، هذه اللجنة صار لها سنتين. مخالفة هاي مخالفة؟ لا مو مخالفة، بس انه نعرف انه يشتغل سياسة صح. اي هذا 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 دليل، يعني انتم حركتوا الدعاوى، هذا دليل، لا لا هذا دليل على قدرة بإدارة المشهد من خلال أدوات قانونية، يعني ما راح تعاركوا ولا راح سوى له مشكلة ولا هدد ولا مثل ما يتهم بكثير. الآن الطرف الحباب إلى مساحة محترم لكل قرارات القضاء والإطار، ومحترم لا اعتراف على النتائج الانتخابة، بس راح حرك قضايا مستعصية. أستاذ إياس تعرف ليش؟ لأن إحنا أمام ثمرة جهد شعب كامل. نعم. إحنا مستعدين إنه نستنزف كل قدراتنا من وراء مصلحة فلان وفلان، ما راح تهم الناس إنه منو رئيس الحكومة، بقدر ما راح تهم إنه توصل للحصة لو ما توصل له، تصير الكهرباء لو ما تصير، تجي خدمات لو ما تصير خدمات، فكيف ذني نفذن إذا يجينا دكتاتور أول ما يجيب السلطة الأمنية وغيرها يحطها تحت باطه ويظل يشتغل؟ طبعا دكتاتور، هذه بداية للعمل الدكتاتوري، من تكون عندك سلطة أمنية خاصة بيك. ولا ليش قلت لك هذا مثل رادو، مثل محكمة عواد بندر، منا وغاد روح ذبه سجن، منا وغاد عدمه، وإلا انت شنو 55 يوم مواطن منتسب بالحشد الشعبي بواجب رسمي يتم خطفه حتى يتركب فيلم غير اللي هو عنده مسيرات يا أخي، بواجب وعنده أوراق رسمية بيها، والمسيرات والبصمات ما الاعتداء على بيت السيد، وينها 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 خلي يطلعونها هم يقولون ليش تعد القضاء ما قبلها ونقلها من سجن اللجنة المغيب به إلى سجن المخابرات وتم رفض هذا القضية. مو إحنا أمام هذه القضايا اللي نحط، وإلا ترى مو ما حد متحمل هذه الهموم ولا ما متحملها، لكن هذه قدرة وهذه تحسن. دكتور أستاذ عباس، والله مو دكتور، دكتور لا والله أستاذ، ما أنا أقول دكتور أقول أستاذ، لأن دكتور لا لا أحترم الاختصاصات. طيب. هذا جهد علمي. طيب وإحنا نحترم هذا الاعتراف الله البساطة. خلي أقول لك شغلة، حتى راحت الفكرة أحسن غير الإطار. خليني أروح لدكتور وليد، مخرجات هذه والله ضيعتها من مخرجات هذا القرار بيحزن للناس، ناس سمته يوم سيء وحزين بتاريخ العراق، لأن الموضوع عدم الأمل مو صعب،
ها الموضوع مو صعب، ممكن انه هاي صلاحيات هاي اللجنه اللي هو جايك بالسؤال. القضاء اللي يرتب عليهم دستوريته المحكمه الاتحاديه، نعم. ممكن توصي مجلس القضاء تشكيل غرفه عمليات مشتركه هي والحكومه والاجهزه الرقابيه ويشكلون لجنه، يعني اتوقع رده الفعل هذه هو انا اسال عنها رده الفعل. اتوقع يعني راح يعطون صلاحيات الهيئة النزاهه تكون موازيه او قريبه بالاحرى من صلاحيات لجنه ابو رغيف، يعني هذا كتوقع. لأن ما هسه تتهم هيئه النزاهه يقول لك منو اختارها؟ اختارتها الاحزاب استاذ، مو رئيس حكومه مثل ما يقول استاذ عباس دكتاتور جابه وخلاه. نعم احنا كل شيء نقدر نصلح، اي قرار نقدر نتخذه نقدر نصلح به. مثل ما ظهرت لجنه ابو رغيف ممكن انه صلاحيات هاي اللجنه تكون عند هيئه النزاهه او هيئه اخرى تكون موافقه للدستور ذات العلاقه، ممكن نعالج. مو صعب الموضوع. انا اسال بالتوقع انه راح يعوفون هيك الموضوع وكانما المخرجات المحكمه بتت، بس مخرجاتها كان بها فرح للفاسد. مو المحكمه استاذ، فد ملاحظه، المحكمه ما بتت من تلقاء نفسها، غير اكو دعوه قيمت امامها يلا صدرت هذا القرار مثل قانون، ولكن ما بعد هذا القرار احنا اللي نتناقش عنه. ما بعد هذا القرار شنو المجريات؟ انا توقعه راح تزيد صلاحيات هيئه النزاهه او تشكيل لجنه مقاربه تكون موافقه للدستور. طيب راح تشتغل هيئه النزاهه اللي يتم اختيارها من قبل برلمان متعدد الكتل، والكتل تابعه لاحزاب، والاحزاب معروف سلوكها سلوك بعضها وانتماءاتهم وغيرها. بالمناسبه ليس كل الاحزاب، لكن هناك احزاب لها حضور ولها تاثير ولها امتداد ولها لجان اقتصاديه ولها امتدادات خارج البلاد. ولكن اليوم ماذا نحتاج اليوم لمحاربه الفساد؟ ما هي ظهرت كثير من اللجان يا سيدي بزمن العبادي. لا بزمن العبادي ظهرت، بزمن سيد المالكي المجلس الاعلى لمكافحه الفساد، بس كان صيته صغير. بيجي السيد عادل عبد المهدي. انا اقول لك ليش؟ لانه الاختيار عسكري، قائد عسكري. يعني من اختاروا لمحاربة الفساد ما اختاروا مثلا قاضي أو رجل مدني أو قانوني، قوة غير قوة، اختاروا رجل عسكري. اليوم الفساد يحتاج إلى قوة، قوة يتساويه في المقدار وتعاكسه بالاتجاه. اليوم هذه القوة، قوة أبو رغيف، تمتلك دعم، تمتلك سلطة، تمتلك تأثير. حجم الفساد بدأ ينخر في جسد المواطن العراقي. زين شلون يبقى يعني نتفرج احنا اليوم هيئه النزاهه تكون معطله، ضعيفه، قاصره، مقزمه، لا تستطيع ان تنتج، لا تستطيع ان تحارب المفسدين والفاسدين، لديهم غطاء حزبي، لديهم غطاء سياسي. وبالتالي هذا ابو رغيف خرج عن هذا الغطاء، ولكن اليوم يعني تعضيد اذا كانت هذه خطا وتحتمل سبه، فيفترض اليوم أن نعود إلى هيئة النزاهة بشكل دقيق وواضح، أن يكون هذا درس. سؤال، هيئة النزاهة هاي صدمة إيجابية لها، ممكن تشتغل؟ ممكن تعوف، مو تعوف الموظفين دول ما طلعنا عليهم، لأن هذا فد عمل بديهي المفروض لزمون الرشوة. هاي الحيتان مال الفساد اللي انضربوا، ممكن تضرب بيهم هيئة النزاهة؟ احنا يا سيد الفاضل نبحث عن الحيتان الكبيرة المفترسة التي تأكل السمك الصغير وتأكل ما يكون امامها. احنا هسه خلينا نشخص الامور. ترى الحوت ما حد يوصله الا يكون اقوى منه، ما تجيب لي اضعف منه، يعني يبتلعه. هاي يبتلع الحوت، يبتلع من يكون اضعف منه. اليوم اذا كانت لجنه النزاهه تريد ان تكون تحارب حيتان الفساد، يجب ان تعضد بقوانين قويه وباجراءات قويه وبغطاء قانوني قوي. اليوم ولا سلطان عليها إلا القانون والقضاء، وبالتالي إذا كانت غير هذه التوصيفة، أنا في تقديري لجنة النزاهة ستكون رقم مكمل إلى اللجان الأخرى الموجودة في الدولة. طيب. وبالتالي لا نستطيع أن نحارب حتى الفساد. أنا بس إذا أسمح لي، الإشكالية وين في لجنة أبو رغيف؟ ثق أنا يعني حتى في الجانب العشائري، حتى أشيلك، ستكون هناك قضايا عشائرية على أبو رغيف. مقاضات عشائرية. مقاضات عشائرية
وهذه راح تخلق لنا فوضى اجتماعيه اصلا على مقاضات عشائريه سواعد وغيرها. لا لا اصلا هذا الموضوع يعني تعرف الموضوع يعني مجتمع سابق مجتمع قبلي الموضوع سابق يعني اكو لا بس اكو تفصيله جدا مهمه في موضوع النزاهه. النزاهه ليش تضعف؟ من تجد هنالك عفو يصدر في داخل البرلمان وهذا العفو يحذف ديون على الهارب او غيره ويعتبرها خطا اداري يعني تشزه يخسر العراق فد 5 مليون دولار على فد قرار على اي مثل شخصيات اداريه ما اعرف والله بس هذا وزراء فهذا شو يعتبر؟ يعتبر خطا اداري فيشمل العفو. لا احنا النزاهه تريد قانون صارم. انا في يوم من الايام دعيت قلت احنا مثل ما عندنا مكافحه الارهاب عندنا مكافحه الفساد احيله للاعدام خل انفذ احكام اعدام بهذا ايمن اللجان لو ما هاي اللجان كل اللجان حزبيه لا يعني عزيزي استاذ عباس لا عزيزي عباس خلي اسالك عدنا اجتني هسه 13000 عندنا الفكره السؤال اللي ردت اقول لك اياه لو كنت انت مكان في مركز مكافحه الفساد دستوري وقانوني نعم ويكون واحد من الشخصيات اللي انت متحالف وياها وغيرها راح تقدر تنطي للنزاهه لو راح يهز هسه حتى لو انت كان ضميرك صاحي راح يهز مكانك ومنصبك الناس يجي السياسه يجي اخي لعبها. النزاهه كم شخصيه بدلت؟ كم شخصيه استقالت من النزاهه؟ هوايه. هذه الاشكاليه الكبرى انه احنا نقلناها الى ان تكون هيئه وما خلصنا من هذه القضيه. هذه قضيه ايضا هذه تخص الاحزاب ما تساعد اي تخصها وهذا ضرر وهذا تحمله سيادة يعني أمام مواطن ما تتحمل النزاهة لا تتحمل الكتل السياسية تحمل القوى السياسية طبعا الكتل السياسية ليش أنا أقول اللي تتخاصم أثناء أقول الحكومة أقول وأيام أقول تحالفات أقول المفروض تنتقل إلى تشريعات مناسبة تصل إلى أحكام الإعدام بالهدر المال العام ما ينعدم ما ممكن احنا مثلا على سبيل المثال كان احنا ما سوينا شيء راح أبقى بهالدائرة كان هناك احنا كل ما نجيب أحد نجيبه يابا هذا فاسد مثل ما احيل عبد الفلاح السوداني وزير التجاره احيل عبد الفلاح وطلع له ما طلع وحيل وطلع وبعض الشخصيات ايضا نعم. والسيد ذكر مره ثانيه السيد الياسر تحدث نعم. بصراحه بالبرلمان قبل ان يقدم استقالته طيب. وقدم الملفات بشكل صريح لذلك لكن القرارات الحاكمه مو هو هذا جزء من الطرح اللي انطرح القرارات اللي تحاسب الفاسد مو قرارات تسمح بان تقضي على الفساد يعني انت تبوق لك كذا مبلغ ممكن يعني تعوضه بسجل بسيط هذا ما يعضد الكلام انه مكافحه الفساد في العراق تحتاج الى تشريعات 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 قانونيه مو طرق غير تقليديه تشريعات قانونيه طيب دكتور وليد التعذيب احيانا يكون صحي خصوصا بالعراق مو يعني هذا مو مبرر لا بس الناس هيك تشوف دعاة الناس لا لا انا بس قاعد اكمل سؤالي حتى تكمل الفكره من اتهم بانه احنا من دعاة التعذيب اكو ناس تشوفه صحي هو مو مبرر تشوفه صحي وتقول انه لازم نعذب وهي ثقافه موجوده من الخمسينات ومو بس لجنة أبو رغيف هي اللي بس تعذب عندنا مراكز شرطة أو عندنا مؤسسات أيضا تقوم بالتحقيق بهذا الموضوع لا. هذا يعني هذول الناس يتبرر لهم هذا الكلام أستاذ الفاضل احنا الموضوع المهم اللي عندنا اللي نحتاجه بشكل دقيق مثل ما ذكر أستاذ عباس احنا نحتاج إلى تشريعات حقيقية يعني بدون مجاملة عمر التعذيب ما يجيب اي نتيجه ولكن اذا كانت عندنا تشريعات صارمه بس هي ثقافه مجتمعيه استاذ استاذ دكتور وليد احنا عندنا ثقافه هاي ثقافه استخدام القسوه دائما بس احنا لازم نغير مرحله استاذ انا نعم. من يكون التشريع عندي التشريعات اللي تكون عندي صادره ملزمه قوانين صارمه ما حد يقدر يخالف انا اسوي حجز على امواله اخلي منع سفر اتخذ عده اجراءات ممكن انه استفاد من هاي النقطة. طيب ارجع الى استاذ غازي. نعم. ما مصير اذا ما صارت تشريعات انا ارجع وافتر واروح على لجنتي او هيئة النزاهة. مصير اتلالي الملفات اللي عندها. بعد موجود اذا جت تشريعات ممكن نشوف شغل صحيح حقيقي. اذا كانت لجنة النزاهة صادقة وتريد أن تكون معبرة عن تشكيلاتها وعن نزاهتها كأن لجنة نزاهة أن تعمل بشكل مهم ومؤثر أن هذا مثل ما أشرت حضرتك آلاف المعاملات لديها والمؤشرات على أسماء معينة كبيرة حتى نستطيع أن نقول لدينا لجنة نزاهة فعلا تستطيع أن لا تحابي لا تجامل لا تتأثر بالضغوطات
تستطيع أن تحرك هذه الملفات الساكنة منذ سنين على رفوف الهيئة النزاهة. يعني أنت تتفق أنه لازم تشريعات؟ أكيد تشريعات. يعني إذا كانت هناك تشريعات أقصد أنه راح تمضي بعملها ونحس فعلا هاي هيئة النزاهة اسم على مسمى. واثنين رفع غطاء الأحزاب عن هيئة هذا صعب حتى تستطيع أن تعمل وتختار القضاة التي من يكون هو نزيه غير خاضع. صعب خالد. إذا تسمح لي. إيه تفضل. يعني حتى لا يكون الحديث مجزأ. اليوم من راح أبو رغيف إلى ميسان في موضوع مقتل القاضي. إيه أحمد الساعدي. أحمد الساعدي. نعم. أمام دار من قتل القاضي؟ دار القضاء. هذه رسالة أنه لا قضاء اليوم. وإلا قوة يستطيع أن ينتزع وإعادة حق المجنى عليه. يعني من ذهبت لجنة أبو رغيف إلى ميسان كانت ذهابها خطأ للنزهة أو لمعرفة الملابسات الحادث وأخذت كثير من الوقت وجود ومن المال من الدولة. يعني ليش اليوم احنا عندنا مثل بالعراقي عندما يعني يوقع البيت تكثر سكاكين عليه. أنا لست بمدافع ولكن اليوم وجدت هذه اللجنة يجب أن يحترم وجودها. أما إلغائها بشكل قسري وإلساق التهم بها بشكل جزاف حتى نستطيع أن نسقط هذه اللجنة وهذه أنا أعتبرها يعني غير منصفة. اليوم أن تكون يعني حتى إذا كان خصمك يعني نزاع خصومة الشرفاء أن تكون هناك خصومة قوية أن لا نستهين بالخصم المقابل. طيب لا بالعكس اسمح لي أكون ملاحظة جدا مهمة أستاذ غازي. الآن أكو دعاوى مرفوعة. نعم. ثلاث أشخاص ماتوا وشخص مخطوف وأكو دعاوى موجودة يعني مو جزافا. نعم. ولا القضاء يتعامل بالقصرية. القضاء يتعامل بأدواته. فالقضاء من قال هذه مو شرعية لديه أدواته. طيب فلا ما ممكن إحنا نصف قرار القضاء بالقصري. طيب. ولا ممكن ذكر حادثة ذكر حادثة وتم مجازات الشهيد أحمد فيصل. أيه؟ ضابط المخدر قاضي المخدرات بالعفو عن مجرم مخدرات. منو عفى عن حكومة الكاظم؟ منو صدر العفو؟ رئيس الجمهورية. حليفكم؟ رئيس الجمهورية. لا 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 ما عندنا حليف. حليفكم أبدا الآن؟ أبدا 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 ما عندنا حليف. لا ما عندنا حليف. أكو حليف بالسياسة وأكو مواقف. أكو مواقف. هذا الموقف مدان ومدان كل من فعله هذه المجازات ونفس الموقف ما يبقى إلا الإطار وحده. يعني ما الاتحاد إذا طلع يزعل عليكم يا أخي. هذه مواقف. لا مواقف توقف. مواقف هذا موقف مو صحيح من برهم. طيب خليني موقف لا هو موقف من وصى به. طيب مو تعرف أنت قرار العفو بيش أعرفه ما دام أكو صفقة. لا 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 ما دام أكو صفقة فهذه تم مجازاته. هذا وذهاب إلى ميسان وذهاب إلى ميسان لدعم القضاء عوض بتطويق القضاء بتكليف جهاز مكافحة الإرهاب لتطويق لكل حادث حديث. إذا المواقف لا يتحدث. المعروف عن أستاذ عباس وعن الكتل أو الأحزاب اللي هو يحبها أنه داعم لحكومة السيد عادل عبد المهدي. شخصيات الأحزاب حكومة عادل عبد المهدي. ما شنو مصير المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اللي أخذ ضجة إعلامية ما بقى إلى أثر له حتى مجلس الإعمار غيره. شوف هي أكو إحنا إشكالية وأنت قريتها في جزء من كلامك. نحن نميل إلى الرمزية وكأنما كل شيء يهدم عندنا. إحنا عندنا إخفاق. وين إحنا ما جاي نعمل على مؤسسات. لا وزير الصحة من يجي يكمل ما وجد به خطة وزير الصحة ولا وزير التربية ينتهي مما انتهى وزير التربية ولا غيره. رئيس الحكومة وحكومته تأتي من الصفر وتهدم كل ما مضى وبالتالي إحنا نظل بحالة الدوران يعني بنقطة الصفر بدون أن تكون هناك إنتاج. آخر أسئلتي للدكتور وليد بخصوص موضوع العفو. نعم. الآن الأخوة هنا يقدرون يرفعون دعوة على السيد الكاظمي بأنه بعث برسالة أو بطلب إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو عن تاجر مخدرات. أستاذ الفضل هذا الموضوع هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. يعني من اتخذ العفو طبعا العفو ما يتخذ جزافا. العفو بسلسلة إجراءات لحد ما يوصل للرئيس الجمهورية. أي؟ نعم. فهو القرار اللي اتخذه هاي من صلاحياته. أنا أحكي على السيد رئيس الحكومة مو نعم رئيس الجمهورية. بالتأكيد هم كل الأطراف ممكن أن تقام الدعوة يعني ضدهم. شكو شخص اشترك بهذه المرحلة. طيب الخبير القانوني الدكتور وليد عزاوي شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك. الواحد في الشأن السياسي عباس غازي اللامي شكرا جزيلا لك.
مبروك عليكم أستاذ عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء البحوث والدراسات. مبروك للمستضعفين اللي استعبدتهم هذه اللجنة. شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا لكم جمهورنا الكريم، يبقى حديثنا مستمر في هذا الوطن، نشوفكم السبت إن شاء الله.